ومعنا الحديث عن مصير المعتقلين في سجن الحوت بالناصرية والأنباء عن قتل 300 معتقل على يد الميليشيات بالسجن المذكور في سجن الحوت. معنا هاتفيا مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب سيد عمر الفرحان. مرحبا بكم أستاذ عمر. بداية، كيف لميليشيا وهي أبو ميليشيا بالفضل العباس أن تمنح هكذا صلاحية تصل إلى قتل أكثر من 300 معتقل في سجن حكومي تحت التعذيب؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. هذه الحالات وغيرها الكثير في السجون الحكومية، لا سيما في سجن الحوت وفي التاجي وفي سجن بغداد المركزي، وجميع هذه السجون والمعتقلات يشرف عليها إشرافا مباشرا الميليشيات، ومنها ميليشيا أبو الفضل العباس، وهذا ما أكدناه مرارا وتكرارا في تقارير سابقة وفي بيانات صحفية على أن هذه السجون تدار من قبل الميليشيات، ولا وجود للقانون ولا القوات الحكومية في إدارة هذه السجون، وتعد هذه السجون هي مذابح و يعني أماكن للموت المحقق للمعتقلين والمغيبين في هذه السجون، ولكن الحكومة إلى الآن لم تجري تحقيقا ولم تقوم ب قانونيا. أستاذ عمر، يعني ما المسؤولية القانونية الملقاة على السلطات الحكومية عما حصل في سجن الحوت بالناصرية؟ ألا يجب أن يحاسب هؤلاء المسؤولون؟ يعني أغلب الضحايا كما في الخبر قبل قليل ماتوا خنقا أو عن طريق السم أو صعقا بالكهرباء بحسب بعض المصادر، يعني الأمر تم مع سبق الإصرار. نعم، يعني في جميع هذه الحالات هي حالات قتل خارج القانون، وهي جرائم محرمة دوليا وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. هذه الجرائم يعد مسؤولا عنها الجميع في الحكومة والذين يتصدرون وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، حيث أن هذه الأمور تجري بعلمه وبموافقته، وهذه أيضا جرائم كبيرة وخطيرة على المجتمع الدولي. وأيضا قبل قليل بلغنا أن هذه إدارة السجون تقوم بعد ما وثقناه من المعتقلين مؤيد ومشتاق، تجبر أهالي المعتقلين المغدورين بأنهم يوقعوا على سندات يجب أن أو وثائق أنهم لا يقيموا مجلس عزاء ولا يتحدثوا إلى وسائل الإعلام، وإلا مصيرهم الاعتقال والخطف أو القتل إذا ما قاموا بهذه الإجراءات التي توضح وتكشف الحقائق التي تجري في هذه السجون. إذن الجرائم مركبة، الجرائم ممنهجة، الجرائم ممارسة بشكل يومي، وكما أبلغنا هذا المصدر أن هناك 3000 حالة أفرج عنهم وهم قد أنهت محكوميتهم، وبالتالي فإن مصيرهم لا يزال غامضا وهم في أغلبية السجون لا يستطيعون يعني لا الخروج ولا يعني ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب أن هذه الميليشيات تتعمد تغييبهم وتتعمد على تعذيبهم في هذه السجون. نعم، هذه الجريمة إلى أي مدى يعني لعب التعتيم الحكومي ومنع زيارات السجون للمنظمات الحقوقية والأممية دورا في إخفائها وحدوثها، كما كشفتم أن هذه الجريمة حصلت في غضون يعني 3 أشهر؟ نعم، يعني الآن ومن خلال شاشتكم الموقرة نطالب المجتمع الدولي ولا سيما اللجنة المعنية بالإخفاء القسري، اللجنة المعنية بالتعذيب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكونها هؤلاء اللجان هي مسؤولة مباشرة في هذه الملفات الخطرة في داخل السجون الحكومية، ويجب أن يتحركوا عاجلا غير آجل لوقف هذه المأساة والوقوف على ملابسات هذه الجرائم وتعرية الحكومة والسجون من هذه الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات، وهذا يعني يتطلب جهدا دوليا وبإرادة دولية حتى تكون هذه السجون يعني
مكشوفة وواضحة في لما يجري فيها من إجرامات متعددة ومنهجة تجاه المعتقلين. طيب. سواء كانوا في سجن الحوت وغيره من السجون الأخرى. ولا سيما سجن الحوت أستاذ عمر، يعني بحسب متابعتكم لماذا توجد هذه الأعداد الكبيرة من السجناء في سجن الحوت بالناصرية؟ يعني ما تهمهم؟ على أي أساس اعتقلوا؟ هل خضعوا لمحاكمات فعلية؟ ولماذا يتركز هذا العدد الكبير في سجن الحوت برأيك؟ نعم، سجن الحوت هو مخصص كما يعني يدعون هم او القوات الحكوميه، لان هذا السجن هو معد خصوصا للارهاب ومكافحه الارهاب، ومن يكون تحت طائله الماده اربعه ارهاب، وبالتالي فانهم يعدون ارهابيون وفي نظرهم طبعا. ولكن الحقائق كشفت الكثير، يعني البلاغات التي تاتينا الى المركز ان هؤلاء المعتقلون اغلبهم بتهم كيدية، أغلبهم بوشاية المخبر السري، أغلبهم اختطفوا يعني خارج القانون وقسرا ووضعوا في هذه السجون. إذن هذا السجن هو معد للعمليات الطائفية، هو معد للانتقام من قبل الميليشيات ومن قبل الحكومة تجاه مكون بحد ذاته، وهذه أيضا تعد جرائم ضد الإنسانية. شكرا جزيلا لك سيد عمر الفرحان، مدير مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.